عقلاء الدنيا الذين انتبهوا بأن الصلح وساطة والتحكيم هذه الطرق البديلة لحل النزاعات هي الطرق الفاعلة لحل القضايا وإنهاء النزاعات. أذكر على سبيل المثال ندوة طوكيو في 1983، هذه ركزت على أمر خطير وهو الوساطة الجنائية في المجال الجزائي، في المجال الجنائي. إذن انتبه العالم في هذه الندوة الشهيرة في 1983 إلى أهمية الوساطة الجنائية.